مياميتشي مع ستريس ومع الطنس اللي ما بغيتكمش الحطه انا مياميتشي بونجورنو مياميتشي وجي جورنو جورنو موطو سبيتشال عامين وحنا كنقلبوا على النعمه اليوم غنشوفوها اليوم غتشوفوا النعمه من المغرب جنا النعمه من الطاليان فلاص نمشيو على الطاليان الطاليان غتجي عندنا مهم انا نضرب دابا الحطه غنتبدل عليكم الحطه ديال شنو يجحود فاطمه غنتبدل عليكم اليوم ندوخ ها هي من الجامع هاد المهلوكه سمعها سمعتو الشخايغ بوكله ناعسه المهم انا نضرب الحطه وانا معاكم نون في دولورا دي سيري كونتي مياميتشي مع ستريس ومع الطنس ما بغيتكمش الحطه انا مياميتشي والله تندوخ انا الحديده غاليا عيني عب 5000 عاطي الملك 4000 ومقمطني في 1000 ريال ولكن هانيه بقيتيني ما مساليش انا عيني عق كرمتيني في 1000 ريال كاري الطوموبيله 6 ايام ضارب لي 6000 ريال المجر صايق بيا المجر كيبان بوكوس عليا غيدير لي ايفا عيني عارف شحال قمطني شي 1200 درهم رابح معايا 6000 في 6 ايام هاني كتستغل الوقت عيني عا ماشي مشكل المهم يا ميتشي حنا غادي للاوتوستراد يلاه دخلنا لها ان شاء الله دعيو معنا ان شاء الله نوصلوا لطنجة ان شاء الله ويمشي كل شيء بخير وانا دابا خاصني نوصل لطنجة ان شاء الله نشغل الوغد معايا كتموت على الوغد الاحمر وكتموت على واحد الفانيد كيتباع في المخزن خاصني نشوفو الا دركنا الوقت ما دركناش ما ناخذوش له كل الوغد ضروري الا ما خديتش له الوغد تخرجني في الجور وحيدو دعيو معنا حنا قراب ان شاء الله حنا قراب المحمديه ماشي قراب ديري ديري لكم ماما ها انت ستوري يا دودو ها الناس اللي بزاف كانوا كيستروني في الانستغرام راه حاجه باينه راه ما نعستش راه ما نعستش حتى الساعه الصباح راه بحال عندي العيد اليوم واش حنا عامين وحنا اللي حنا الصناره يلا طلعت لنا نعمه عامين وحنا نقلبوا على نعمه يلا لقينا نعمه راكم عارفين عمري ماشي للطاليان وغتجي عندي نعمه من الطاليان غا صعيبه شويه راه كنكمل انا وياه بالاشاره بحال الزياصن راه ماشي كنراكم عارفين راه الطاليانيه ديالي راه ما مكلاش الخبز كندوي انا وياه في مواضيع يوميه يعني صعيب الحال شويه ولكن اغلب عليها زيني دابا يوم الفزين تما الدغيم بوكسين انا دابا مع مختلف كنبان لي انا هو القاوي ضربت على الشعر ان شاء الله دعوا معنا كل شيء يكون على خير ان شاء الله خلاوا الطاليان نون في دولورا شيء يصير في تشينو شيء دي ما كنقولها لك كنقولها ما كاتش يمكن نشوفك نو في دو لو غادي يصير في تشينو دي احنا دابا هو جا النهار شحال وانا معاها شي شهرين وانا معاها كل نهار كنقصو نهار بنهار ما راكي اجلو ما راكي يديرو ما راكش عاود البي ما راه هادي احنا اليوم غاديين ان شاء الله الا طلقوها حيت دابا هي قالت لي راه ما طلقونيش باش ندخل الى حكروا معاها راه قدروا ما يخليوهاش تدخل حنا عاد الله نتمناو حنا شادين الطريق دابا اللهم تخليوها تدخل اللي في المطار خاسر على دابا شي 4200 اللي خاسر هاد الصباح تغب كامل مفايقين والباع حتى لثلاثة الليل ادعيو معانا علاش بغيت نعاود نركب في العوده شو دابا جايين هربت بينا الطوموبيل
شفت هذيك البلاصه الغايه اللي كيبان فيها هذيك راه كامل لعبت فينا. ها ها شفت لهنايا ها تشوف شغويده يدي باقا كتشرع كنا غنضربو في الحديد عرفتي لعبت بينا هادشي كامل. شو هي عاوتاني فضنا الله الله يدير الشاول ديال الخير وصافي. ميامي تشغل تزقلنا من هاد القلبه وغادوك غوي الطابو مع بقى كي في كليسي وطابو خصنا نمشيو شويه بشويه ومبقاش الوقت بزاف فهمتي ما خصناش تعطل على ايفا خصنا نكونوا في المطار قبل عارف ودغيا ايطاليانيه ما عندها لا لغه لا خصنا نكونوا بكري ولكن خصنا نمشيو دابا بشويه حيت غوي الطابو مشالكم راه كاملين تشطراسا وفي الارض بحال التمحاو الا مشينا بهم بجد يقدروا يتفرقعوا ما عندنا لا سكور لا والو فاخر يا ميتي الحمد لله كنا غنموت وحفظنا الله دابا جينا باش ناخذوا الايفر وغد قلت لايبات باش ناخذوا الايفر وغد ضروري الوغد الحمار فهمتي خصك تكون رومانسي فهمتي الطاليان ماشي المغرب دير قال بالسكر خصك تكون رومانسي شويه يلا باش تاخذوا الوغد. كيف خرج فينا قال كيتعامل معنا ب 120 درهم غليت هادشي غيتعامل 120 درهم ما كنعطي له ولا ندير له السينيال ان شاء الله نجاو تروض خدينا فامو الله يحفظك 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 طواب كي لاعبين معايا زديديدي خونا فيهم قاعد تغير حاجه بونا حتى لهنا بداو كيسيلو بحال الشلال تنمشي لبوكم والله جنديكم الويش وعاوتاني كراتكم تخرجوا بدمكم عباد الله نعمتي تعطلت ياك ما تصرف على شي واحد خرجوا لي نعمتي يا عباد الله والله تنمشي عند البوليس بالله
سقيله. نسيت ولاد الدغب المهلوك الشناتاح ود حليمه شافيق الفيل وياكم طوبيه السيام. حق الله العظيم شي واحد ويدير نعمل شي حاجه ماشي حتى اللي ما تعجبني وحق الله العظيم تنصيفطكم للحبس الا ما نبيع على قبلكم الكاغوصه هضري السودو لاصقني عليها. الله يشتتني في هذا النهار هذا وضحكم معاها بالماسك ولا المهلوك بدا تنقص عليها وتدخل لها السكندر الدار. سكندر دابا صافي غطون صفير. سكندر عندك واحد 10 ايام ما يدورش في الدار وما ندويش معاك المهلوك والله تنتحاك معاكم بالله. والوالده نعم غير جايه غدويت معاك اسبوعات والعراس وداك الشيء عاودني منك تخرجي عليها انا مفاري معاك هادشي وما عطايش الخبز جا للدار ما عطايش الخبز غدا عطاها واحد الزعلوك دوخ تبقي معنا الوالده مطيحيش بينا مع الطاليان مي اميتشي كيما شتو الحمد لله الامور كامل دازت بخير. نعماتي جات عندي و خرجنا من المطار بغات تاكل ديت عاد مون حد مون سناك هاي لك قالك خرج لي على نعمتي تعطي الزعلوك قلبتيها دوختي لها المغاير يا دابا ناعسه كنت باغي ندير فيها انا ويا فيديوهات تاع تيك توك في الطونوبيل الغنا قلبتيها لي الله يقلبك في هذا النهار دابا حتى الغدا عاد نبدا ندير فيديوهات. المهم يا ميتشي ودعوا معنا الله يسر و تنتشوفو فلوق جاي ان شاء الله مع النعمه غادي في الطريق دعوا معايا.